بغيت غير نعرف السعاد فين غادا بهاد الكذوب ديالك، وبغيت غير نعرف فين غادا بهاد النفاق ديالك. دخلنا على قبل الله والنبي رسول الله واليوم الجمعه، ما قولينا فين غادا بهاد الكذوب ديالك. راك انت تكذبي وحنا نفرشوك، انت تكذبي وحنا وصلنا الكواليس. توقعوا شوفوا، توقعوا الخارجه ديال السعاد العشيه، توقعوا عاوتاني التقلبات، التقلبات المناخيه، نايضه كواليس عاوتاني، نايضه جريئه منا وجيرك منا والصوت الملاقيه، ونايضه مكالمات. فين غادي نبدا الكذوب ديالكم؟ فين باغي نتواصلوا بهذا الكذوب ديالكم وهذا الاستحمار؟ لا البقه لا الناموسة، بجوجكم ما كتسواوش دابا، بجوجكم ما كتسواوش، كلكم عائله عره بامتياز. من الاخر خليكم اخوتي تعرفوا الكواليس واشنو واقع. ربي ديما كيفضحكم نهار الجمعه والناس مجموعه، ديما فضيحتكم نهار الجمعه كتصبحوا الله يستر عائله مشوه، الله يستر النيه والذنوب ديال المتابعين. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباتم الصحه والعافيه. لا نتوما لا الناس نداز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطيوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج. الله يرحم لكم والدين اخوتي، اللايفات راه كيضربوا لي والفيديو راه كشتو اللايف قبيله دايرو تطار اللايف. اعطيوني اخوتي اللايكات ديالكم، الله يكبر الله يكبر بيكم، عارفكم كتنساوهم لي وصافي. غنتكلموا اخوتي على هذا الصلح اللي ما بغى يكمل، هذا التنازل اللي ما بغى غنتصالحوا، ما غنتصالحوش غنتصالحوا ما غنتصالحوش. انا غنقول لكم واحد الحاجه، السعاد واخا تراجع القرار ديالها ماشي خطر، غنقول لكم علاش. سعاد تخرج تقول لكم ما كاين الصلح ولا شي حاجه، الكذوب اخوتي. انا سمعت التنازلات راه كاتبين بخصم يحطوهم، راه كاتبين، سمعت كاتبين التنازلات وكل شيء، هادشي اللي سمعت. زائد واحد القضيه سمعت على ان كان التواصل مع الاستاذه، والاستاذه قالت لها ماشي بالساهل باش غديري التنازل السريعه، ما غتقبلش التنازل ديال سعاد، لان القضيه فيها التجار في البشر في القاصر، فهمتي؟ ماشي من حقك انت حق انه ندير شكايه غدا، ماشي لعب الدراري الصغار هذا، تخدمي السلطات تضحكي علينا حنايا. الا ضحكتي علينا حنا ما غنضحكيش على القضاء، حاشا باش تضحكي على القضاء. وهادشي كلشي سعاد غادي تقلب عليك، عقلي على كلامي. والكواليس راه كتوصل الكواليس. وانا باش عرفت القضيه فائدة من البارح، السيده مره كتخرج هكا مره هكا. البارح الروبانه ما دارتش لايف، هي فين كتغبر الروبانه؟ كتغبر الا كان شي حدث، كان شي حاجه منا ولا شي طنوعي راه كتغبر، حيت عارفه فمك ياكلها كتقول الله ما نغبر ولا نفرشهم. اليوم خرجتنا بواحد اللايف، ما بقات سعاد سميتها الناموسة ولا الجاموسة، لا 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 لا، ولات الأم، ولات سعاد اليوم. باش تعرفوا القضية فيها أين، القضية مخدومة من تحتها، وهادشي راه غيتقلب عليك عاد الهبيلة. أما حنا ما خاسرين والو، أنت اللي غيتقلب عليك هادشي. سمعوا سمعوا، دخل الحبس أن بقى شاد فيها وباغيها والله. واحد القضية غنقول لك سعاد من هاد الفيديو، تنازلي ما تنازليش شغلك هذاك، بنادم صافي كرهك، راح الكتب ديالك، ماشي تا يجريو عليك الاخرين عاد تما جايه عندنا حنا عاود حقا ما بقاش تنازل. واقولي درتي وجريتي وجاريتي وما كملش لك التنازل، قمعوك هما اللي قمعوك. وعاد الاستاذه راه سمعتك شنو كاين في القانون، كمل عليها ان يسرى رافضه التنازل والصلح، سواء ولكن مع الام ديالها ولا مع القنوات. ما تيقوش بهذه الخرجه ديال سعاد، ما تيقوش بالخرجه ديال لبنى ديال البارح، ما تيقوش في الخارجه ديالهم ولا شنيتي كواد الهجوم اللي كيبان لكم هذه الحرب، ما تيقوش. توقعوا كل شيء وغتسمعوا، توقعوا كل شيء، توقعوا من القدام، ولا اليوم غتخرج هذه الاخبار في العشيه. هذا من حقها، يعني حنا كقنوات اللي دافعنا عليها او متابعين راه ما غنقدروش نقولوا لا علاش، واخا راه كاين طرف اخر اللي هو لبنى اللي عزيزه علينا وتندافعوا عليها، ولكن راه ما لقينا ما نقولوا للبنت، لان البنت الجرح عميق وعميق جدا. حنا كنحترموا اي قرار خضعته. انا بالنسبه ليا كعيشه الروباله، غادي نبداو بالخرجه ديال سعاد. الناطق الرسمي، الناطق الرسمي هي هذه. الا كنحاولوا نقولوا الاسماء بمسمياتها. المهم سعاد حط لينا صورة ديال المينياتور. سعاد سعاد دابا ما بقاتش دابا ناموسة ولا الجاموسة ولا لا لا، سعاد اليوم نكملوا اخوتي باش عرفوا شنو واقع في الكواليس. انا يا شوكه في الحلق، وانا التقتهم كاملين هما خرجوا من البينوار كاملين، والتقتهم كاملين. انا ضد البينوار الحمام يبانوا به فعلا. سعاد دار غلط كبير اللي كتبان بالبينوار، حنا ماشي مبارطين. هاد النقطه حنا طرقناها. المهم الحباب ديالنا الصلح، الصلح، لان المتابعين سواء ديال سعاد ولا ديالنا كاين اللي وصل لدرجه انك واحد القضيه. واش كتلاحظوا واحد القضيه ولا ما كتلاحظوش اخوتي؟ ما بقاتش الناموسه الجاموسه الخانزه، لا لا لا، ولات الام، ولات سعاد، تبدلت لغه الحوار ديال الهجوم، ولا دابا لا عرفتوا شنو كاين في الكواليس، اجي وغيداروا الصواني من القدام، وغتشوفوا هاد المنصه هادي
كدير الصينية السعاد، عقلوا على كلامي. ها هي هنا، عقلوا على كلامي، غير مؤقتا بالحق، ماشي ديما، هادشي باش طامعة هي، كملي. بأن هذه العائلة كاملة سواء سعاد ولا أسرة مغربية سعاد. ولا لبنى وبكريشة يعني أسرة مغربية، أنهم دايرين تمثيلية كيمثلوا، راه كاين واحد المجموعة اللي كيقول بأن كيمثلوا ولاو أن كيوجهوا ويديروا نداءات للسلطات فعلا ديالنا فعلا باش أن يحاسبوا هذه العائلات جوج اللي خمس أحمر. قال لك المتابعين راه كاينة واحد الفئة اللي ولات خصوصا في الخرجة ديال سعاد المتابعين ديالها تقسموا هذا الشيء باش الأمور كل شيء واضحة خرج ماشي تقسموا واضحة، حيت الفرضية اللي كيقول بأن راه سعاد دايرة تمثيلية ولا دايرة البوز راه ما يمكنش غادي دير البوز باش أنها تبعد المتابعين ديالها ويتقسموا إلى قسمين. مدلولة كتشوفوا التعاليق راه نازلين عليها العصا، عبروا عليها. المهم مدلولة. أنا الرأي ديالي وكنحترموا جميع الآراء، جميع الآراء، كل واحد عنده فرضية. أنا الفرضية ديالي كتقول بأن سعاد عيات بالفعل، لبنى عيات بالفعل، سعاد كتقول عيات ماديا. سعاد دابا الله أكبر، الروبانة كتقول سعاد عيات ماديا وبغات تجمع وليداتها، ما بقاتش يسرى غنديروا لك الصينية باش تسيطي أمك للحبس، الأم المجرمة، الأم النرجسية. واش لاحظتوا خوتي عبد العقل؟ سيروا معايا عبد العقل ونسمعوا. هي راه ما كرهاتش تدخل بكريشه للحبس، انا نقول لكم شتي هي الا عطاو بكريشه 30 عام راه تفرح وتخرج، ولا دخلوا مثلا غلبت مثلا لبنى تخرج وتفرح، فهمتوا؟ هي انها تهلكات ماديا، تهلكات ماديا والحمل ثقيل عليها كيبان. الله اكبر الله اكبر، حسيتي باين الروبال بقات فيك سعاد ياك. سبحان الله، نزلت الرحمه في قلبك من جيت سعاد، عيات وتقهرات والظروف، يا كنتي يا الجاموسه يا الخانزه يا الناموسه، ما خليتو ما قلتو فيها، سبيتو ليها والديها والناس كيشتفوا عليها وصيفطوها للحبس تربى خاصها تعالج. دابا ولاو الظروف، وملي ركزوا علاش كيقولوا لها الجانب المادي، عيات ماديا. اخوتي راه الكواليس، اخوتي تما راه كتوصلني الكواليس. زيدي زيدو زيدو، ولكن سعاد راه تاكل الشحط في هادشي كامل ماشي نتوما. الولاد دابا ثلاثه عندها في الدار، هادشي في الاول السعاد كلشي كان في يدك، الراجل وليدات وتبطرتي على النعمه، لان الانسان كيقول انا بوحدي غادي نسوق هذه السفينه ديال الولاد، وانا قادره انا جلين دايزر، انا قادره نتحمل المسؤوليه ديال الولاد. كاين اللي يتحملها ولكن كاين اللي قوي وكاين اللي شخصيته قويه. دابا سعاد كتقول باننا قويه في الاول، جرت على الراجل، غادي نتكلف انا بالولاد، ما قدرتش عليهم، جرات عليهم على عند باهم، جلسوا عام ونص، ولكن دابا ملي خضات الولاد ملي كانت بوحدها راه الامور ماشيه هي هذيك، ما عندهاش المسؤوليه ديال الدراري، ها اللي مرض، ها اللي خصو يقرا، هادهم بلا هاد التنواح كل مره خارجه تبكي، الطاقه السلبيه كتعطيها للمتابعين ديالها، يعني صافي التعليقات كلهم خايبين عندها. اذا سعاد الا كانت بغات دير البوز بهذه الطريقه راه كتهرس القناه ديالها. انا كصاحبه قناه كنقول هذه الفرضيه ديال انها البوز القضيه، قضيه يعني البوز ما كايناش، وانما مدلوله مدلوله من الاخر، مدلوله غتبقى مدلوله حياتها كامله، غيبقاو يشتفوا عليك القنوات وغيبقاو يمرمدوك القنوات. وانا سمع التنازل راه كاين اخوتي، غير ما يدفعوش، وكان اتصال كذلك سمعت مع الاستاذه، وكنظن انه خط نازل هي البقاء غتكون متابعه للبقاء، لان كاين الحق المدني اللي غادي يشوف البنت كيفاش تهاجر بها وكيفاش تعرات البنت وهي قاصر. اذا كانت الام ما باغاش حق بناتها راه كاين الدوله كتاخذ الحق، فهمتي يا الناموسه؟ البقاء بجوج بجوج، كم في المقله واللي طاح في المقله يتقلى، زيرو عاطفه. الناس عندك بلا في التعارك يقول ياسين خليك معاها. خوتي انا ما نثقش في هذه السيده، وانا كنسمع هذه الكواليس تنشوف داك الشيء بعيني نهار الجلسه، زيرو عاطفه من الاخر، ماشي تيقمعوا ويجريوا على عتم جايه عندي مابقيتش باغا نتنازل، حكا مابقيتش باغا نتنازل تضحكي علينا. حنا راه ماشي قاطيع، حنا راه ماشي اللعبه غتلعبينا في يدك، خرجوا من عندي دخلوا من عندي خرجوا الناس، لسه ماشي تلعبيش على الناس، لعبي على راسك. حنا خير منا، دافعنا عليك وتعاطفنا عليك خير منا، ساعه ندمتينا عضيتي لي تمدات لك راس، عيب واحد الانسان يدير فيك الخير وتخرج وتعايروا وتهينوا بديك الطريقه وقنوات وقفوا معاك.
وانت عارف هادشي السعاد ولكن ما مسوقاش لهادشي، ولكن في القريب ودي السعاد الصلح ما غاديش يكمل، يقدر ما يكملش الصلح، ولكن في القريب سعاد غتخرجي تبكي عاوتاني تقولي بغاتكم القنوات تدافعوا عليا، وغتشوفي ديك الساعه شكون اللي يقدر يدافع لك. يقدر انا ما نعرف الا اقتنعت، ما اقتنعتش راه ما نعاودش ندافع عليك. ما حد هادشي كيبان ليا في الشكل، راني هز يديا من القضيه، كنتاقد من الفوق وصافي. داكشي اللي كيبان ليا غادي ننتقدو. كنتمنى تخليو الاراء ديالكم اخوتي في هذا الموضوع. تحياتي لكم اخوتي العزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله، دوزو بخير.